نبدأ بسم الله. تمام. قبل أن نبدأ في السلايد نتاع اليوم نبغي نديروا تذكير على سريع السلايد نتاع الكورس اللي فات نتاع شيل سكريبتينغ. تمام سكريبتينغ اوتوميشن ريمايندر يعني. فاخذنا في 28 سكريبتينغ اوتوميشن بارت 1 في سيشن 7 في الكورس الاول من سيشن 1 اخذنا شيل سكريبتينغ بيزكس. باش سكريبت از ا فايل كونتينينج سيكونس اوف كوماندز ذات ار اكزكيوتد باي ذا باش بروجرام لاين باي لاين. يعني انا عندي فايل فصلها مجموعه كوماندز والباش بروجرام بيخدمهم لاين باي لاين كوماندز هما بيقدروا يسكيوت. اخذنا شنو هي شي بانك. هي اللاين الاول اللي تكتبه في بدايه السكريبت بتاعك باش الاوبريتنج سيستم لما الفايل يكون اكزكيوتبل يعرف اي برنامج يخدمه الفايل. هو هل هو باش هل هو بايثون هل هو حاجه ثانيه. فحتى الباش تكتبه طريقه يعني كمبيوتر شي بانك ذا كاركتر سيكونس كونسيستنت اوف كاركترز نمبر ساين اند اكسكليميشن مارك بيجينينج اوف سكريبت سو كولد شارب اكسكليميشن شابانج هاش بانج باوند بانج اور هاش بانج. اوكي variables. خدنا شنو هما variables. temporary storage for a piece of information يعني بتخزن في الرام الموضوع بتاعي. variable بنستعمله بعدين في السكريبت بتاعي هيك ندير له declaration variable ونستعمله بطريقة هذه قبل دولار ساين. variable دير اسم variable equals value بتاعها باش نخزن variable في الميموري بتاعي وباش نستعمله ندير دولار ساين قبل. في عندي مجموعة special variables موجودات في باسكريبت من قبل دولار ساين زيرو هو نيم باسكريبت اللي هو يعتبر الارجمنت الاولى لليوزر يكتبها انك انت تكتب في اسم البرنامج قبل لا تحط الارجمنت الثانية. بعدين عندنا اول 9 ارجمنت باسكريبت وتقدر تشوف قديش ارجمنت اعطاني اليوزر عن طريق دولار ساين نمبر ساين وهكذا. في مجموعة special variables موجودات من الأول يعني مش لازم نديرهم declaration ولا حاجة. command substitution. command substitution allows us to take the output of a command and or program that would normally be printed on the screen and save it as the value of a variable. يعني هنا مثلا ال command هو نبي نخزنه في variable فبنخزنه بطريقة هي ندير dollar sign parentheses مرايا مش زي variable باش نستعمل command. يعني هنا زي ما قلت في الرياضيات في الحاجة اللي في داخل parentheses تنفذ قبل فنبي هو يتنفذ وبعدين يحط الريزولت بتاعه كأنه كتبته هناك string في الفاليو بتاع الفاليو وبعدين نستعمل الفاليو هيك. يعني هنا هيك نستعمل في ندير في command execution هيك ندير في الفاليو ضروري ما تنساهاش. تمام هذه بالنسبة لي session 7 في الكورس الأول. بعدين اخذنا session 8 description automation part 2 يوم 21/8 باش سكريبت ارجيومنتس. خدنا ان في ارجيومنتس تقدر تبعتهم لما تكتبهم هنا 1 باي 1 بعد اسم البرنامج لما في التيرمينال تستعملهم بالطريقة هي دولار ساين واحد اول ارجيومنت بعد اسم البرنامج وهكذا الثاني والثالث اسم البرنامج هو الزيرو بقيت وهكذا تمشي. خدنا كيف ناخده الاكزيت كود بتاع اخر اوبريشن تاخذه عن طريق دولار ساين كويشن مارك تشوف الاكزيت كود بتاع الاوبريشن اللي قبل شو صار فيها الاكزيت كود بتاعها وهذا تيبل اوف اكزيت كودز. في اكزيت كودز تبي تعرف شو معناهم هذا اكثر حاجه هتصير معنا الجنرال ايرورز 1 ميسيز في البلتنز وهكذا. أكثر حاجة يكون كوماند نوت فاوند كان الكوماند مش عندك دين هذه كوماند نوت فاوند معناها ما عندكش برنامج أو ما عندكش برميشن إنك تخدمه وهكذا. في مجموعة يعني باش تعرف الكود بتاعك شنو هو تقارنه بالتيبل. خدنا شنو هما كرون جوب. كرون جوب هي عبارة على سيرفيس يخدموها عن طريق سيستم سيتي اللي نعرف الستاتس نتاعها نخدمها ولا نوقفها ولا ندير ريستارت ولا ندير سيرفيس تخدم في البوت. هي مجرد سيرفيس تخدم في كوماندز في وقت معين في زي سكجول يعني كوماند وفي فايل اسمه كرونتاب تعدله ودخل فيه انتريز بالشكل هذا.
وفي سبيشال كرونز زي ريبوت وفي اللي تقدر تعطيهم وقت معين تمام تقدر تحدد اليوزر وهكذا. هذه ممكن اوضح وفي سبيشال كرونز زي ما قلنا ريبوت يعني مثلا الكوماند هو معناها لما يدير بوت السيستم يستنى 300 ثانية بعدين يحط الديت في يدير الابند في فايل اسمه ديت دوت اكس تي في الهوم دايركتوري بتاع اليوزر الحالي تمام. ديليتنج كرونز زيت نفس الطريقة اللي نحط فيهم بها ندير كرون تاب داش اي يزيني أول مرة نستعمله عشان هو الفيفورت تكست اديتور بتاعي مثلا نختار نانو ولا فاي ولا حاجة زي هي بيفتح لي الفايل اللي هو كرون تاب ونعدل فيه بالطريقة هذه ندير لاينز هيكي وبعدين زي ما يتنفذ تمام. فهذا خليناه في الليفل 1 كورس سيشن 7 وسيشن 8 تمام. هذه الليفل 2 كورس سيشن 8 هو الكورس بتاع اليوم السلايد بتاعت اليوم سيشن بتاع اليوم هناخده في ادفانس باس سكريبتنج شنو هما كونديشنال ستيتمنتس. Okay, in computer science, conditionals are programming language commands for handling decisions. يعني هنا توا بلاش بنستعملها كأنها programming language. اليوم. Conditionals are programming language commands for handling decisions. Specifically, conditionals perform different computations or actions depending on whether a programmer defined Boolean condition evaluates to true or false. يعني هنا بنحط فيها conditional expression. في النهاية يطلع منها نتيجة هي true or false وبناء على النتيجة هي حيدير برنامجي حاجة فهذه شن زي ما قلت تعريف conditional statements. أنواع conditional statements عندي هذه الأنواع هما في الباش language عندي if statement if else statement if elif statement يعني هي elif زي ما قلت اختصار else if ونستد if statements if statements داخل if statements وcase statements زي program language ممكن program language اكثر فيها اكثر حاجات لكن مش عندي simple if statement هذه syntax بتاعها بالطريقه هذه دير if وتكتب بعدها condition بتاعك وبعدين بتدير السيمي كولون ودن عم تكتب كوماندز بتاعك اللي بيدخل اللي بيخدم في الحاله هذه وفي النهايه بندير فاي اللي هي عكس اف عكس اف بس تنهي تسكر الجزء اهو قصدك فاي لا هو اف عكس اف بس زي الكيس حتى هي بس تصلي فاينل هي الاف عكس عكس فاي في الكيس عكس اي سايد هيك وبعدين عكسها انا في صوره نسيت ما حطيتهاش في السلايد تمام الاف ستيتمنت كونديشنال كوشن
تلف الصورة الشاشة مرة تمام في اللابتوب توب تندير لما بدأت في السفر إن شاء الله. في حاجة نسيت ما حطتهاش هنا هي conditional operators في الـ statement. أما ممكن مختلفات شوية على باقي لغات البرمجة. يعني الـ equal بدير لها زي الفلاج داش EQ. وهي less than LT. و greater than إنه هو لما يكون أكبر من. equal هي نفس الثانية return true the two strings are equivalent هي طبعا للنمبرز وهي للسترينجز أما للنمبرز شوية هي فوق نمبرز فوق أما نمبرز بتاع نمبرز يعني الايكوال بتاع سترينجز مش نفسها الايكوال بتاع نمبرز وهي العكس هذه الاكسبلانيشن مارك هي معناها نوت طبعا وهي return true the expression fake هي كل الاكسبلانيشن كلها تدير للنجيت وهي تشوف الـ existence of directory, existence of a file file and read permission file and write permission, file and execute permission يعني هما نقدر نديرهم في الـ if في الـ if statement اسمه if statement conditional operators عنا types of conditional statements simple if statement هذه الـ syntax بتاعها هذه الـ if بعدين condition بعدين semicolon بعدين then بعدين دير الكوماند بتاعك بعدين تبقى بي فايل تاخذ كوماند واحد تاخذ اكثر من كوماند هذه ايه تدير قديش ما تبغى زي سكريبت داخل سكريبت في عندي اكزامبل الاولى ان ندخل هنا عندي اكزامبل الاولى بدايتها هذا اول سطر في السكريبت بتاعي بندير شيبانج باش ناكد السيستم في حاله انك درت اكسكيوتيف من الخدمه طول انه بيخدم عن طريق الباش وبعدين بنقول لليوزر يدخل لي نمبر بندير له ريد هي بتقرا لاين في انبوت من اليوزر ولما درت له ريد ان معناها بيخزنها في فاريبل اسمه ان بيدير فاريبل بيسميه ان بيسجل فيه الانبوت بتاع اليوزر وبنستعمله هنا كانه نمبر طول بندير اف بنحط الكونديشن بتاعي دولار ساين ان معناها فاريبل ان بيحط الفاليو بتاعه غادي وبيشوف هل هو less than 100 بعدين بيكتب كان هو less than 100 بيكتب النمبر هو less than 100 تمام خلي احنا نبدا طول نجربه بس ونوتو ان شاء الله قاعده زي ما هس ندير هستوري سيتش نخش على المين سيرفر بتاع تاريخ كيف وبورت مختلف فخلي نجرب حاجه خلي نجي أنا هنا في الـ home directory خندير مكدر scripts مثلا نجي داخل scripts وندير نانو script اسمه example1.sh okay for set purposes ندير .sh يبين انه هو script كان حد شبحه يعني مش يعرف شنو ندير .sh ولا .bash يستعملوا فيهم فبنبدأ طول هنا بندير الهاشتاج exclamation mark وبندير slash bin slash bash هذه الشيبان بتاعي في العادة تخلي سطر فاضي هنا مش ضروري نديره echo enter a number تمام ندير read ونحطه في variable اللي تسمي اي حاجة وهنا نجي نكتب if طبعا براكت سموه دي مش بارنتسيس هي كتير لغات برمجة تانية
فبدير ان دولار ان هذا الفاريبل تبي تشوف هل هو less than عن طريق زي الفلاج او داش ال تي فلغات برمجة تانية سكة less than 100 قلنا يمكن احسن دير له سبيس هناك منظر لكن مش مهم ودير له بعدين السيمي كولون ودير له بعدين بعدين هنا بدير فاي في النهاية وبتكتب في النص اي حاجة بتكتبها هنا بتصير لما الرقم هو less than 100 فجاء هو هنا كتب print if هي نفس echo غير فيها format يعني لكن حتى echo تمشي لكن print if شكلها احسن للسيتويشن بتاعنا احنا هنا خلينا نمشي بالprint if تمام dollar n is less than 100 اوكي نجرب واحد تاني dollar n is less اوكي هيك هنا دير سكريبت سيف فتو سكريبت هو كيف يخدم هو عن طريق يسأل يعني دايلوج دريفن ما درتش اي ارجيومنت انا درت البرنامج هو بيسالني فانا تو كان بدي هيك ما يطلع ليش اي حاجه خضروا مش اكسكيوتبل فضروري من خدمه عن طريق هيك بنكتب باش قبل باش نكلم البرنامج باش يخدم فقال لي انتر نمبر قول له 99 قال لي 99 is less than 100 كتبها مرتين خاطر عندي الايكو بيصلى شنو بيناتهم تو يدرس بالضبط سلاش هذه لا تقريبا فليكم ياخذش فيها تفاجئ حتى فليكم لا ندرسها في البرنتف والبرنتف هي قبل ايكو دير مزيد الدبليكات ليكو ودير لها سلاش تقريبا ما ياخذش فيها فهذا استعملت اسم البرنامج اللي هو اول argument قلت له thank you for using example 1 that's it خلنا نعدله فيه هو نحو هذا مراحل فكي قدرت برنامج هو dialog فهذه بالنسبة لي اول type اللي هو simple if statement if دير كونديشن في البراكتس بتاعك بعدين دير له سيمي كولن وتكتب then بعدين تكتب كوماندز ليش ما تبي باش توصل للبربس بتاعك بعدين دير فايل ديما خذها قاعده النهايه عكس الكوماند اللي بديت عكس الستيتمنت اف فايل هذا الاكزامبل الاول نخش على الاكزامبل الثاني فبنديروا سكريبت هنا حتى هو يعتبر سيمبل الحاجة الوحيدة فيه إنه هو فيه مولتيبل كونديشنز هنا زوز كونديشنز عندي فهنا بتكتب اليوزر نيم تاعك وبيقرا وبيحطه في اليو ان اوكي بعدين بتكتب الباسورد بيقرا بيحطه في البي دبليو بيسجلها غادي كفاريبل بعدين بتقول لك انا كتبت ادمن والباسورد سوبر يوزر بعدين نقول له لوجن سكسسفول يعني زي ما نقول فابريكيتد لوجن تقدر لوجن فخلي نديرو سكريبت بنفس الطريقة هاي اوكي فنجي ندير نانو اكزامبل 2 اوكي ندير نفس الشيء دولار ساين نمبر ساين اكسلميشن مارك سلاش بن سلاش باش اوكي وطول نعطيه انتر انتر يوزر نيم اوكي تمام نديرو ريد في يوزر نيم يو ان يوزر نيم
عندي الاريد وتحطها فيه باسورد. هذا فاريبل بيدير فاريبل جديد بسميه باسورد. فانا هنا نبي ندير اف ستيتمنت بندير فيها ملتيبل ملتيبل كونديشنز. اوكي نعم ندير فيها سوس كونديشنز. سوس كونديشنز انا هل اليوزر نيم ادمن والباسورد سيفر يوزر لوجين. كل ما بتزيد كونديشن كل ما بتزيد براكت. هنا زوز براكت ظنوني بس حتى ما حد معش ملتيبل. تنجر باتر نبو نديرو دولار ساين يو ان ايكول ايكول ال. انت هنا ممكن ندير له هيك باش يوضح انه هو سترينج باش يقارنه بسترينج. سترينج هنا كاتبه عادي ادمن ادير اند اند هنا زي تقريبا كل لغات برمجه هيك فيهم نفس الاند اند. دير الباسورد بنفس الطريقه ايكول ايكول سوبر يوزر مثلا سوبر بس انا نحب ندير سبيس قبل بعد التوضيحين شو ضروري ودير بعدين السيمي كولون ودن يعني في الاخير بدير فايل. جي هنا ما كتبنا شيء درنا فقط ايكو انه لوجن از سكسسفول. اوكي واضح هيك السكريبت هو واضح عشان بيصير بيكتب لي لوجن سكسسفول كان يكتب يوزر نيم وباسورد صح اللي كتبته غلط مش حيكتب شيء يعني ما زي ما خدناش الهيلز. فبنديره طبعا ما عادش عندي نكتب باش قبلها مثلا فبنجي ندير تشينج مود بلس اكس اكزامبل 2 تو نقدر ندير نقطة سلاش اكزامبل 2 وطوله اشوف حتى الاوتو كومبليشن ما ورانيش اكزامبل 1 لان هذاك مش اكسكيوتد هيك يسرع لي مثلا كان سكريبت نستعمله ديما مثلا انتر يوزر نيم مثلا انا يوزر نيم تاعي ادمن والباسورد تاعي سوبر يوزر ما عطانيش صح خلينا نشوف يعني كنت الباسورد عرفتها بي دبليو فقط اف بي دبليو غلطت هذه ما يعطيكش ايرور هنا لكن يعطيك كبار بالفاضي صح الكاتش حتى نديرو اوكي نكتب اليوزر نيم ادمن والباسورد سوبر يوزر تمام هيك اعطاني لوجين سكسسفول هذا اكزامبل 2 جريب يوزر نيم حتى في فاريبل جريب باسورد حتى في فاريبل ونقارنهم بهارد كود تكست انا كاتبه هارد كود سترينجز اللي هم ادمن وسوبر يوزر وكان صح بيعطيني صح فيري سمبل سكريبت. خلينا نشوف وش في بعدها. في عندي اف ال ستيتمنت مثلا انا بدي ندير لوجن بس ما تصير الفاريبل دي ما بين دبل كوتيشن لا لا انا بس باش نوضح انه هو سترينج. خلينا نجربها ما اعرفش كي حياخذ از نمبر ولا طول حيمشي حتى سترينج. خلينا نجربها ما يمشي الحال حتى هيك يمشي يمكن يكون في فيرجن قديمه كانت اكثر يمكن كان ضروري يديرهم ولا حاجه ما اعرفش لكن هم في العاده يديرهم توضح انه سترينج حتى البراكتس اعتقد وحده تمشي والله ما يمكن البنات شوي ما اعرفش اجرب لا اللي ميسنج البراكت براكت ضروري زوز لما بدير مالتيبل
كونديشنز شرط تزيد البراكتس. لا هذا لسه جاي بنزيد ربع خلاص لما توصل يعني على ثاني فنديره اف 1 از ايكوال تو 1 ايكوال كيرا نزيد نتاكد من تيبل ايكوال كي كان واحد تساوي واحد معه تقدر تدير 1 وخلاص اند 1 فهنا نكتب ادمن سوبر يوزر قال لي لا هنا عندي سينتاكس ايرور قبل السيميكولون اوكي ما اخذهاش كل شوية بس تغير قال لي انه ما قال لي انه ما تقدرش تدير ثلاثة او اربعة قال لي يحسبهم كأنه كمان كنا نفس اليوزر كان ممتاز كيف؟ قول لي اسكت بس ده هيك ماشي الامور ما اعرفش كأنه غلط ممكن موضوع الناس سبيس هنا سبيس ما كانش سبيس هنا ممكن تفرق يعني ولا خلينا نجرب وردوها هيك انه سبيس بالك سبيس تفرق يمكن سبيس تفرق موضوعنا في السبيس مش كل مره دي براكت ثم زوز معناها ملتي كونديشن معناها كل لما عندك كونديشن واحد براكتس واحده براكت واحد عندك اكثر من كونديشن دير زوز بس والسبيس شكلها ضرورية أنا ندير فيها قبل يعني مرفع استاتيكس لكن شكلها ضرورية حتى في الاكزامبل موجودة هيك واضح اكزامبل هو معناها ضروري تتبارك من سبيسز وديما تدير زوز براكتس هنا كان عندك مالتيبل كونديشنز وهما اكتشفنا انها مش ضروريات زي كوتيشن ماركس عليهما لكن تقدر تزيد الكلام تمام خلينا نشوفه كيف نديره افيل تمام انا طيب تاني اف ال ستيتمنت عندك اف اف ال ستيتمنت اف كونديشن هو صحيح دن دير كوماند زي ما لكن بعد الكوماند زي ما ما نديرش فاي هنا ندير الس باش يبدا تبع الاف هي الاولى ندير إلس بعدين ندير كوماندز تانيين اللي لما الكونديشن هو غلط شنو يصير لما الكونديشن هو غير صحيح يجي يدير كوماندز اللي بعد كلمة إلس هنا وبعدين في الأخير نعطيه فايل هنا تمت الإف إل ستيتمنت مع بعض تمام خنشوفوا إكزامبل عندي الإكزامبل هيا إكزامبل 3 درنا شي بانك طبعا دايلوج دريفن حتى ودرناه انتر يور نيم درنا ريدنج للنيم حطيناه في فاريبل اسمه نيم تمام سترينج حطيناه في فاريبل اسمه نيم بعدين درنا هنا درنا زوز براكتس للاف ستيتمنت درنا هذه كلها اف ال ستيتمنت مع بعض عندنا هنا الدبل براكتس هنا باش ندير مولتيبل كونديشن هنا في النص لكن هنا طبعا ما عنديش اند عندي اور هاي اللي يقولوا له اور دبل بايب هيك تكتبها يقولوا له اور حتى في لغات برمجه ثانيه هيك فجاء دار الفاريبل دولار ساين نيم الفاريبل نيم اللي كتبه هنا هنا دار الاسم يقارن فيه بسترنج هو مكتوب نيها كان نفسه معناها هو مش يعني طبعا الاور واحد منهم بس يمشي يعني هو كان هذا مشى يمكن هذا مش حيشيك عليه بكره اي واحد منهم يمشي كان هذا فشل حيشيك هنا
شوف كان الاسم وانت تقدر تلاحظ انه نفس الفاريبل هو فاريبل واحد هيك يعني هو مستحيل حيكون عنده صوت فاريبل الفاليو زي ما حيكون واحده بس فبيشوف هل هو الاسم هيك كان هيك يمشي اللي بعده كان مش هو بيزيد يشوف هنا بالك هذا كان هذا اوكي يمشي اللي بعده كان مش هذا بيمشي للالس طول بيمشي للالس وبينفذ السطر هو تمام بس مهندس لو عندي أكثر من سطر بينفذ هنا تقدر تدير حتى 1000 سطر قديش بتب وما في الإيكو هي تقدر أكثر من سطر تقدر قديش ما تبي سطور فيش ليميت وحتى هنا نفس الشيء ما فيش من سكريبت عادي زي قريب لأي لغة برمجة تانية فخلي نكتبوا الكوماند السكريبت هو خلي نجي ندير نانو اكزامبل 3 ندير نفس الشيء نمبر ساين اكسكليميشن مارك سلاش بين سلاش باش ونجي نقول له ايكو انتر يور نيم اوكي بندير ريد وبتخزنه في فاريبل اسمه نيم بعدين بنجي بندير اف عندي ده هيك ندير اف زوز براكتس وزوز سبيسز اوكي فبنجي نشوف الفاريبل نيم كسترينج طبعا ايكوال ايكوال تمشي سترينج بس نشوفها هل هو اسمه مثلا سفيان اوكي بعدين بندير له اور هنا زوز فايفز وبنقول له بالك ان نيم مش سفيان مثلا نيم ايوه ايوه اوكي سؤال مش هحقق تمام بعدين في الاخير زي في اخر سطر ندير سيمي كولن سبيس دين اوكي الناتو ستور فاضيات وبعدين جي تكتب ايكو مثلا خلينا نديرها بالنيم نيم هاف ون ذا برايس اوكي نديرها نيم You have won the prize. Just gonna have one person. Okay. وبعدين تقول له else. سطر فاضي هو منظر بس طبعا انت كان ما عارفش في real world مرات تبيهم مريدبل لكن انت كانك بتخدم تعطي لي 1000 يوزرز تنحي الوايت سبيس احسن. يا سبيس. else دير له echo. مثلا هارد لوك سيو نكست تايم ولا يو مي وين نكست تايم اوكي بعدين بدير له فاي ضروري ما تنساهاش فاي ضروري ما تنساهاش باش تسكر بها ال الاف اس فخلي نسيف هنا دير يعني فيري ايزي موضوع دير ايكو لرساله معينه باش يكتب لي الاسم تاعي سجلته في اكسل كريت بريد سجلته في سيف دير دبل براكتس هنا دبل ايكوال هنا للسترينج بس تمشي شفت هو وطبعا هو تشوف في الاكزامبل الثاني دير له سنجل كوتيشن مش دبل تمشي حتى هي مثلا نجي تغير هنا دير له سنجل يمشي تمام ما فيش فرق انت هم دايرينهم باش تقدر تدير حاجات داخل حاجات اوكي او مثلا تبي تكتب انت الدبل كوتيشن نفس الكاركتر تبي تكتبه بنفسه في السوشيال فهنا تو سيفت فيري ايزي زي ما قلنا اور هنا نفس طريقة الآن غير اور الآن بيشوفهم كلهم ف
في الاور بيشوف الاولى كان بشد الاولى ما عادش بيشوف اللي بعد تمام بعدين بيكتب لك انا طلع من الاسامي اللي حاطينهم احنا يو هاف وون ذا برايز كان هذا بيكتب لك الرساله هي فخلي نجرب نجو خلي نديروا له تشينج مود بلس اكس اكزامبل 3 باش الخدمه طول هيك بدوت سلاش فخلي ندير اكزامبل 3 هيك قال لي انتر نيم نقول له سفيان قال لي سفيان يو هاف وون ذا برايز اوكي خلينا نجرب نكتب مثلا ايوب يقول يو هاف وون ذا برايز تكتب بالله لك انس تكتب انس بيقول لك هارد لك يو ماي وين نيكست تايم فهذا هو سامحوني رسيت الكوز هذا بالنسبة لي اف ال ستيتمنت اوكي اعطينا جايزة ولا قال البرنامج هيك ما عرفش ما طلع شيء عطيه سكريبت جاهز وعندنا تايبس تانيات من كونديشنال ستيتمنت في الاف الاف الس يعني هنا نبدي ندير كذا كذا كوماند كذا اف الس كذا اف ستيتمنت مع بعضهم يعني هنا الاف هي ما نبيش نشيك عليها الا كان هو طلعنا الترو تمام ما نبيش يعني ندير اف هي واف هي بروحها فلذلك بنديرهم هيك ندير اف كان الكونديشن هو صار دير هادو كان الكونديشن هو مش صحيح نبدا طول تحت اف كي نعم اف كي ما تمشيش بالطريقه ضروري اف السك اف هذيك تمشي لكن حينفذها بغض النظر على اللي صار هنا ضروري اف الس بس ينفذها بس كان يعني تولي كلها مع بعضها اسمها اف الف الس ستيتمنت مرات تحتاج مرات تحتاج اف داخل مش مرات تحتاج لا لا تحتاج فبدير هنا الكونديشن الاول هو بيشيك عليها ديما اول حاجه بتصير هي الاول اول حاجه بيشيك عليها كان هذا الكونديشن صح حيدير كوماند او الكوماندز لهنا كان هو غلط بيزيد يشيك هنا طبعا تقدر تدير كذا الف هنا في النص تقدر قداش ما تبي ما فيش ليميت شيء كلام وين باي وين جي هنا الف بالكونديشن هو بشيك عليك انا مشي حاله بيدير كوماندز هو كان مش صحيح الكونديشن هو حتى هو بيشوف كان في اي الف ثانيه تحت بنفس الشيء بشيك على الكونديشن تاعها كان نفس كان مزبوط بيدير كوماندز كان مش مزبوط بيشوف اللي بعده في الاخير بيوصل للالس كان انا حاط الس هنا بيشوف كان يعني الالس هي تتحقق في حال كوماندز اللي كتبهم كلهم متحققوش الاف ولا الاف كلهم كلهم متحققوش كلهم غير صحيحات بيجي بيدير الكوماندز اللي مديرهم انا في حاله ان الكونديشن هما كلهم فشلوا في الاخير في النهايه ضروري في فاي يعني كل سكشن هنا في شي فاي طول تكتب اف الف اف الف الف في الاخير بدير فاي بعد الالس عندي هنا example 4 بندير طبعا شي بانك من فوق بعدين بنقول له حتى هو دايركت دروبن بنقول له انتر ذا مارك بيكتب مارك هو هنا يكتب عارفينه هو زي الممتاز وجيد جدا غير مختلفات شوي بدا اي بلس و اي فهو شنو مداير انا مقسمهم الماركس كان كنت 90 ولا اكثر حصل اي بلس بين 90 و 80 ايه بين 80 و 70 بي وهكذا فيجي يخلي في الستودنت يكتب المارك بتاعه مثلا يقرا المارك ويحطها في فاريبل اسمه مارك بعدين يجي يدير اف هنا ويبدا ويبدا يقارن المارك ب 90 شوف هنا شن صار هو دار غير في السنتكس هنا دار سي لايك سنتكس تمام الاف هنا اكتبها بطريقه زي بتاع لغه سي وماشي حتى هي لكن ضروري من الدن والفاير هذا ضروري منه تقدر دير بارنتسيس وتستعملها بطريقه هي مور دان والايكوال
يطيحوا فيها مره بيشوف كان الكونديشن هو صح، كان الكونديشن هو صح، بيكتب هنا بيكتب له الجريد بتاع الكونديشن هو، كان هو ما غلط بيزيد يمشي للي بعدها، بيجي ال اف هنا لاختصار ال اف طبعا، وجي دار دبل بارنتسيز هنا مره ثانيه وشاف ودار اكثر من كونديشن هنا لانه يبي ما بين 90 و 80 فقال كان هو اكثر من اقل من 90 واكثر او يساوي 80 بيعطيه جريد اي. بعد الحاجه انت نفس الشيء مره ثانيه، كان الكونديشن هو غير صحيح بيمشي لي بعد بيمشي لي بعد ورا بعض بالترتيب بيمشي لي بعد ويشوف وهكذا، كل واحد داير له بين رقم ورقم يعطيه جريد معينه. في الاخير بوكل قال لك انك انت جايب اقل من 60 عقب اعطاه خلاص. في الاخير طبعا في باي هنا الحاجه الوحيده اللي تغيرت هنا انه دار هما الكومباريزن سي لايك دار بارنتسيز هنا كان براك انا ما ركزتش فيها هذا لا شيء عادي هما ياخذهم عادي زي السي ضروري لا هي نفس السكريبت نفس الشيء تقدر لكن ضروري مدنا هي والفايل هم مضمون انا احكي لك انا في الشروط المنطقيه تقدر انت قلت تقريبا انه ما ياخذش لا هو ياخذ فيهم لكن هذه ما تعتبر مش تاع الباس تعتبر من السي اريد عم فيها هو يعني الطبيعي انك تستعمل هذوك الجريتر دان ويكول لكن تقدر حتى هم يدعم فيهم هم تاع زي السي اوكي فخلي نديروا الاكزامبل اهو تمام نديروا نانو للاكزامبل 4 نمبر ثاني سلاش مور سلاش بن سلاش باش غلطت سلاش باش اوكي خلي نديروا ايكو انتر يور مارك اللي هي بتكون درجة اللي تحصل عليها مثلا دي لها ريد وتحطها في فاريبل تسميها هي حاجة لسه مثلا مارك بعدين دير اف وتكتب ان هل المارك هي اكثر من 90 ولا لا بتدير دولار ساين مارك بس استعمله كفاريبل وبعدين بدير سبيس بدير مور ذان اور ايكوال 90 لكن ياخذ في زوز يعني الهضمه والسكوير ياخذ في زوز وبعدين بدير كولون بسمي كولون وبدير فيل وهذا بيكتب ايكو جريد خذها كوبي بس نعم خذها كوبي بس ما بس زدت عرفت توضح الفكره هم راه غلبهم نشرح فيهم لاين باي لاين عرفوا ازاي اوكي تمام نفتح البراكتس بروسيس عادي لافتح براكتس وبرنتسيز لكن هو في الاصل براكتس وراها دعم للسي لايك سنتكس لكن ما زال الدن والفاي والهيك كلهم قاعدين ماشيين شيء حتى ما بالبراكتس لا دنا هي قصد كي لا درو من تكتبها والفاي هي الفاي هي برنامج نهاية الاف هي الكونديشنز اللي ورا بعض الاف والالف والالس كل واحدة منهم نهايتهم اف الفاي مش كل واحدة منهم لما مع بعض ممكن ستيتمنت مع بعض تمام فدار الف ثانية هنا نفس الطريقة أظني لا لكن هنا أصلا بيديروا زوز تجربوها تجربوها اللي فوق ينزلوها نقصوا منها فنديروا مارك is less than 90 and dollar mark is more than or equal 80
تعطي نفس الشيء كولون سيما كولون ودات أقول لك إيكو جريد إز أوكي فنفس الشيء بتقعد ديما بتضيفهم نفس الطريقة بالضبط عرفت إلى دولار مار طبعا اللف كانت حق شوف ماشي بشي بيبعد ولا ايه ما عادش بيشوف اللي بعد تو ما زي ما قلنا في العندان ده ما بيشوفه مزوز كان انا هور بيشوف الاولى كان الاولى صح ما عادش بيشوف الثاني كان طول غلط بيشوف الثاني لكن تقدر تدير شرط واحد في الثاني ها تدير فوق 80 بس ايه صح صح ايه تمشي نفس ايه انا كان هو فوق 90 هو من الاول صح ايه ايه صح صح تندير واحد هو مارك مثلا انا متى تحت 80 كله معك بين دير صار كم تقراد ها صار كم تقراد في الدور لا لا جري جري ناقص اقل مثل الحرف هذا ايش ولا ايه بس يو هاف لا هي هي المفروض في الالس لا جريد از بي مثلا جريد از ايه البي بلس هي بين 70 و80 البي بلس لكن انا درت لسه هنا هي بعدين ما ليش دي زي ما قلت انت انا خدت بعدين الالس ما عرفت في عندي الالس انا يعني انا تو كان درت الالس 80 بس ضروري ندير فوق 70 بالعكس فوق 70 لكن الاول زايد طبعا الصفر اللي قبله ايوه مثلا هي اللي راح ليه لما فوق 80 لما فوق ريكوال 80 بس هيك يعني هيك بالضبط نفس زي ما كان 90 زائد 95 الس طبعا طول ما فيش حاجه بعدها طول دير ايكو يو هاف بيكوز اندر under 71 under 71 في الأخير بدير 5 ضرورية باش تمشي معي نديره مش مدة هنا باش ما ننسوهاش example 4 بعدين بندير dot slash example 4 تو بيقول لي شنو هي المارك بتاعك هنا 70 قال لي انت ايوه فيلد انا كده اندر 71 فيري سمبل تعطيه مره ثانيه 88 اي 99 اي بلس كلها نقرا كلها وقت القرايه ديما تغير كان هذا ندير بس حاجات اكبر منه او اصغر المفروض هنا ما درناش صوت بكره ايه تفضل عندك الحق تقدر تدير في حاجة تانية في نستد في عندي حاجة اسمها نستد اف نوع ثاني من الكونديشنال ستيتس اف داخل اف اف داخل اف اف داخل اف ايوه دير اف دير كوماند بقى انا نازع عشان تقدير مثلا تقدر دير انا بدات هنا اف درت كونديشن وبعدين درت دير ودرت كوماند بعدين فصل كوماند زي ما درت عندك واحدة ثانية ودرت لها دن ودرت كوماند والاف البرانيه ما تلقى عند اذن وبنسكر الاف الداخليه وبعد نقدر نزيد كوماندز هنا ثانيا وبعدين نسكر الاف الخارجيه اف داخل يعني بعد الفاي هنا وليت تبع الاف الاولى عادي يعني كان الاف هاي ما صارتش يجي كوماند اهو بعد كوماند اهو لكن كل واحده ضروري بنسكرها بالفاي هذه بتكون اكبر فرق بين هاي واللي قبلها ان كل واحده فاي براحه تمام ما لهمش علاقة ببعضهم هم كان جيد دول انت لانك تكبر اي سكريبت داخل الاف هاي فهذه بالنسبة لنست الاف هذا مو طيب عندي اكزامبل هنا طويل شوية فجاي السطر اللي خطك صغير
عندي بداية الدرت انتر سيلز اماونت بيكتب اماونت اللي هو قديش باع، بعدين بيكتب التايم قديش الفترة اللي باع فيها، بعدين بيحسب كان باع اكثر من 10,000 10,000 او اكثر، وديوريشن في نفس الوقت داخلها اف واحدة ثانية. هو طبعا كان يقدر يديرهم في زوز كونديشنز هنا، لكن هو داره ممكن كان الديوريشن اقل من او ايكوال لسبعة، يعني عندي الباعة ب10,000 او اكتر في 7 ايام او اقل، معناها بنعطوه 20% زيادة. تمام، انا هذا تبع شيل سكريبتن، شيل سكريبتن هو ادفانس شيل سكريبتن. اوتوميشن ما خديناش الا الكورونا، موضوع الكورونا فقط. كورس الأول انت موضوع ذاك بتزيد عليه، بتدير سكريبتات معقدة اكثر وبتستعملها في الكرون، كانت تستعمل جميع الكوماندز اللي اخذناهم في الكورس هذا واللي قبل كله ما يمشي في السكريبت. فأنا هنا يعني عندي شركة نبيع في حاجات تجارة وكي، عندي موظفين مبيعات بيكتبوا قداش باع في قداش وقت، لما يبيع في 10,000 في أسبوع بيحصل 20%، كان ما باعش هيك بيحصل 15%. كان أكثر من أسبوع، كان في أقل من أسبوع دار 10,000 بياخذ 20%، كان بياخذ 15. كان باع 10,000 أكثر من أسبوع بياخذ 15 أسبوع، بعد أسبوع كان باع 10,000 في مدة أكثر من أسبوع بياخذ 15. ما صاروش بياخذ 15. فهذه اف لا صارت 10,000 لكن 7 ما صارت بالضبط 15 بالنسبه 15. ما كان 7 ما صارتش بيعطيه 15% لانه هو وصل في 10,000 مثلا، واحدة منهم صح واحدة الثانيه لا، هو مش مزبوط هلبا سيستم هو، لكن هيك ما فكره بتحصل 15%، لكن الاف الالس نتاع هي 10,000 كان باع اقل من 10,000. بتشوف الدوريشن، الدوريشن هل هي أقل من أو تساوي 10 أعطيه 10%، كان هو في أكثر من 10 أيام ما دارش 10,000 أعطيه 5% فقط. بعدين نجي نسكر الإف هي ونسكر الإف اللي قبلها. الإلسة هي داخلها إف إلسة، شفتها كده داخل الإلسة هي فا إف إلسة، فالإف هي يعطي 10 الإلسة يعطي 5، وبعدين هي تسكرت الإف تسكرت الإلسة يعني. إلسة فصلها إف فتسكرها بتاعها تسكرها بتاع الإلسة. ضروري أنت تركز في الفايات وين مش تعرف في الأخير بيكتب الأوتبوت هذا كله يجي فيه في variable ويكتب الاوتبوت. هو يقدر يكتب طول لك وتقدر تدير دير ايكو طول ودير اكزيت مثلا. اوكي خلينا نديروا الاكزامبل على السريع، ديروا نانو اكزامبل 5. عندنا input من اليوزر سجلناه في variable اسمه amount، وكتبنا الوقت اللي وخدنا حدا variable تاني اسمه duration، كتب اليوزر قلنا له duration قداش، نقول duration بالايام والamount بالcurrency money. شفنا هنا هل هو اكتر من او يساوي 10,000، وبعدين شفنا duration قداش وحسبناها، يعني هنا لما نبيع ب 10,000 في اسبوع بناخذ 20%، كان بعت ب 10,000 في اقل من اسبوع في اكثر من اسبوع بناخذ 15%، وهكذا قدرنا. يعني انت تبي تركز ناحيه فتحنا اف هنا وداخل اف درنا اف ثانيه
الإف هي تمت هنا في الفاية هي. وبعدين درنا إلس، الإلس هي تبع الإف هذا. وبعدين الإلس هي فصتها إف وإلس تانيات. الإلس هي فصتها إف، الإف هي ملاش علاقة بال. في معناتها سكيت كوست مش موندر. نعم. الفي. إيه. سكيت لفة لا. إيه إيه الفاية سكيت. فأنت هنا الإلس هي فصتها إف تامة هنا. وتتسكر في الفاية هي اللوتس اللي قبل الثانية. عندي الإف هي سكرت هنا وبعدين سكرت الإلس هنا. تمام يعني الإلس هي فصلة إف فقط ما فصلش كوماند من غير الإف هي. يعني كان هنا الديوريشن مش هيك مش حيدير شيء يعني مش هيك مش حيغير الأوتبوت. فهذا هو في النهاية بنكتب الأوتبوت اللي وصلته اللي هو حطيته في فاريبل. خلينا نجربه. تمام ديروا لشمود مرة ثانية بلس x example 5 نجي هنا ندير دولار سلاش دولار سلاش example 5 شو دولار؟ سيلز اماونت انا بعت ب 20,000 مثلا في يوم واحد حصلت 20% بونس. تمام انا بعت مثلا ب 20,000 وفي 15 يوم باخذ 15% فقط. أنا بعت بألف في 5 أيام حصل 10%. أنا بعت بألف في 9 أيام بنحصل 10%. واضح. إحنا شنو الكونديشن اللي قلنا نحصله 5؟ لما ديوريشن أقل من 10 أيام. هذه رقم. هقدر نبيع ب10,000. بعت ب10,000. مدة 10 أيام. حصل 15. تبيع بأقل من 10 في أكثر من 10 أيام. تبيع أقل من 10 في 5 أيام. في أكثر من 10 أيام. في أكثر من 10 أيام. فتحصل 5. لا لا الديوريشن هو يقارن في الديوريشن. لما تبيع بأقل من 10,000 في مدة أكثر من 10 أيام. أقل من 10,000 ولا؟ أنا جرت مع 10,000 معناه أنا ندير. ما تبعت ب 9,000 في 11 يوم. أنا زي اللي صار بس سيرفر يمكن نتورك حاجة. كانت في حاجة في النتورك وهنا ولا يخدم ولا سيشن زي ما كان بيش ندير كلير وهنا نبي نفتح البرنامج ونبي نعطيها ساكة ثانية. عندنا مشكلة في النتورك دبري 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 تايم اب ما ستروح انا الواحد ما قلتلكش يا دبري انا ما قلتلكش انت بس عصير شخاري سمحت لا لا تقلق هذا كله انا بكشف مشكله اه انت شنتو شي حال شيء كان من امي ولكن تكشف ليه هذا عادي في الغولة وين هذا في الغولة انا شفت الاي بي بتاعك ما ادري الاي بي بتاعك اي بي كمبيوتر هذا في الكمبيوتر اي بي هذا نشوفه من هنا خلاص هذا ما الكيبل انا بالكيبل هنا اي بي ادرس بتاعي 11 هذا في الغولة لا الكيبل اه 115 11
بيرد عليك بيقول انت اللي فيه ولا لا وين بيرد لا حمره ايوه حنشوفه هنا الاساس شو صار قال لي بروك بايب فخشيت مره ثانيه انا توه في الهوم دايركتوري بتاعي ممكن جاي على السكريبت لسه هنا كان عندي الاكزامبل فايل زي ما خليتها قاعد نجي هنا ندير السكيورت اكزامبل فايل يجي يقول لي قداش الاماونت بتاعك عين احنا نديرو فايل اكزامبل هي 9001 في 5 ايام لا في 9 ايام ولا 10 اقل من 10 احنا نبغى اكثر 5% 5% اكثر 9001 في 11 يوم تمام لما تبيع باقل من 10000 في اكثر من 10 ايام تحصل 5% فقط هذه اقل بونص لما تبيع في اكثر من 11 مع اكثر من 10 ايام وتبيع باقل من 10000 تحصل اقل بونص اللي هي 5% المبيعات ف نديروا ريكاب احنا اخذنا فاريبل حطيناه في اماونت اخذنا اماونت حطينا فاليو اخذنا فاليو حطيناه في اماونت فاريبل حطينا اخذنا فاليو ثاني حطيناه في دوريشن فاريبل اوكي بعدين درنا اف كان الاماونت اكثر او تساوي 10000 كان الاماونت اكثر او تساوي 10000 فتحنا اف كونديشن نبي نشوف كان الدوريشن اكثر او اقل من 7 ايام في لما نبيع 10000 فلما اقل او يساوي 7 ايام حصل 20% لكن كان هي اكثر من 7 ايام حصل 15 حتى وانا بعت 10 فهذه تمت الاف اللي داخل الاف هي بعدين في إلس كان هنا ما بعت ب 10000 اصلا بعت باقل من 10000 نجي للإلس هي الإلس هي لما اقل من 10000 فصلها اف هل هنا الديوريشن لما بعت باقل من 10000 كانت اقل من 10 ايام ولا اكثر كان هنا تساوي او اقل 10 ايام نحصل 10% كان انا بعت باقل من 10000 وفي نفس الوقت مش حتى في 10 ايام حصل اقل العموله اللي هي 5% اقل بونس فهذا هو درناه تو وشبحنا كيف لما تكتب مثلا الفرق اهو بين 9 ايام و 11 يوم هي 5% يعني هذا بالنسبه لي الاكزامبل بتاع نستد افس اوكي اخذنا نستد افس اخذنا لهم ال اكزامبل اهو عندي كيس عندي نوع ثاني من كونديشن ستيتمنت من غير الاف يعني احنا تو كملنا الاف تمام في نوع ثاني من كونديشن ستيتمنت اسمه كيس اوكي فكيس ستيتمنت كيف شكلها كيس ستيتمنت نكتب كلمة كيس اللي هي كي وورد ونكتب بعدها الاكسبريشن الاكسبريشن يعني الفاريبل او الكوماند اللي نبي نشيك عليه اللي عندي لي كذا كيس مختلفة كيس امتى نستعملها انا اصلا انا عندي كذا يعني عندي لي فاريبل معين مثلا نبي نشيك عليه عندي لي ثلاثة او اربعة حالات يمكن يكون فيها حالاتها مو مختلفة في كل حالة بيكون فيها الفاريبل هو بندير حاجة مختلفة يعني مش ندير هلبة اف الس ودن وحاجات زي هي فنبي نبسط على روحي فدرس عملت حاجة اسمها كيس ندير الاكسبريشن بتاعي هنا ونكتب انا الكيس اللي ممكن يصير فيها باترن 1 مثلا كان هو طلع ايكوال ليك طبعا هذا باترن مش فاليو يعني يمكن يدير ايكوال يمكن يدير رينج يمكن يدير حاجة تانية فهنا بنكتب الباترن الاول بتاعي وهذا الستيتمنتس اللي يصيروا بعد الباترن الاول البارنتسز هي جزء من السنتكس بتاع الموضوع وبعدين بندير دبل سيمي كولون في السطر اللي بعده وبنجي نخش في الباترن اللي بعده وهكذا ندير باترن ندير بارنتسز نكتب ايش نبي يصير وبعدين ندير دبل سيمي كولون نفس الشيء فاهم ايه
ما هي أنا حتى أنا حاولت نلقى أحسن حاجة نفهم وبعدين لقيت إن التكسوات كانت أحسن حاجة ساعدتني أنا مثلاً لقيت حسيتها سهل فهمتها أنا فهمت الطريقة هو حتفهم حتى مع الإكزامبل لكن هنا شوف شو صار أنت فاميليير مع السويتش كيس ستيتمنت مثلاً هي نفس الفكرة يعني انت بتكتب كيس اكسبريشن كيس اكسبريشن هو الفاريبل مثلا عندي فاريبل بنحطها هنا بمكان كلمه اكسبريشن يعني نكتب قبلها كيس بنكتب بعدها ال بعدين كل كيس بنكتبها كباتر وبندير بارنسيس تمام بارنسيس يعني انت كلمتها في جافا جاي من جافا كانت هي زي الشارحه هذيك نقطتين فوق بعض نقطتين وهنا بارنسيس هذا هو الفرق في النهايه في زوز سيمي كولن كان واحده في جافا حتى السؤال نعرف انا واحد في سي واحده ولا هذاك سيمي كولن المهم هذه الفرق في كلها في الهياء ان عندك بارنتسيز هنا عندك كلمه ان من هنا وعندك زوز سيمي كولن من هنا تمام تقدر تحط قديش ما تبي باترن في الاخير تقدر تدير هياء بتاع النجمه برنسيز وتقدير ستيتمنت سماء إذا بنقول ديفولت كيس كان جاي من لغة تانية برضه في النهاية هنا عندنا هنا بتكتب إيساك اللي هي كيس مقلوبة لوطة هنا باش تسكر الاكسبريشن بالضبط باش تسكر ستيتمنت كيس هنا إيساك هنا عكسه فعندي هنا إكزامبل هو very simple جات عندي هنا arguments هنا ما عادش درتها direct driven script درتها هنا ياخذ في arguments طول ياخذ arguments من terminal طول وما عادش يصيرني حاجة وينفذ طول تجيني أسرع more automation friendly فأخذت حاجة بناخذ هنا those numbers زي الكالكوليتر أوكي هو كالكوليتر ناخذ هنا في those numbers operation طريقة الكتابة إنه يكتب الرقم الأول بعدين operation يعني زايد ناقص division multiplication هي حاجة وبناخذ الرقم الثاني نحطه في الأرقم الثالثة يعني عندك ثلاثة أرقام رقم بعدين نوع الأوبريشن بعدين رقم ثاني ودرتها في كيس statement درت الكيس أنا طبعا الـ OP هي خزنتها في variable اسمها OP فشفت الكيس نعتمد على نوع الأوبيس. الأوبيس شن هي؟ عندي أربع كيس. أنا زايد بس ما كان هذول بطل. بالضبط. فهو هنا زايد كتب لي إن الريزولت هي حتكون حاجة زي هيك بالضبط. أنا حطيت الرقم الأول وجمعته مع الرقم الثاني. arithmetic function. حطيتها في variable اسمه result. نفس الشيء في الناقص في لما في هي minus دير subtraction هنا. ان 1 ماينس ان 2 كان هنا درت علامة ضرب هنا بندير ريزولت ايكوالز ان 1 تايمز ان 2 كان درت علامة قسمة نفسها وهكذا هي النجمة والبارنتسيز هنا معناها ديفولت كيس معناها ديفولت كيس نجمة هي النجمة هي معناها ديفولت كيس يعني هنا كيس لما كلهم ما صاروش صارت حاجة غير هما دي اكتب لها هكي قول لها رونج نمبر متابة ليلة الأخيرة بكرة هذيك نعم متابة ليلة الأخيرة بكرة ايه فقلت لها هنا رونج نمبر اوف ارجمنتس ودرت لها اكزت باكزت كود زيرو يعني درت زوز سيمي كولونز هنا وهكي تمت الواحدة يعني هما زوز سيمي كولونز معناها انها تم الكونديشن اهو الكيس هذي ودرت بعدها كيس بالعكس ايزاك باش انه تم الكيس ستيتمنت كلها هذه نهايه كيس هذه نهايه كلهم الكيسات كلهم مع بعض تمام وبعدين جيت كتبت لايكو هنا عاودت له شيء كتب لي وقلت له انه مو يساوي الريزولت بعدين كتبت له اسم البرنامج هو انه هو الدبست خلاص فوضحت له شنو صار هذا هو الاوتبوت تاع البرنامج بتاعي في الحاله الصح هذا الاوتبوت امام كتبه غلط اليوزر فخلينا نديره تمام نجي نديرو نانو example 6 نديرو لك كوبي أصحيح ولا أنا خير أريد أشرح نانو لاين باي لاين
تمام. فهذا سكريبت بتاعي اللي بيدير زي الكالكوليتر، فيري سمبل كالكوليتر، مالتيبليكيشن ديفيجن سبستراكشن واديشن. تمام، داخل زوز قيم، داخل زوز قيم وداخل اوبريشن تبعها عشان لا بالضبط، لكن حاسبه فيري سمبل. تكتب رقم الاول بعدين دير اوبريشن ثانية بعدين رقم الثاني بيناتهم سبيس طبعا ارجومنتس زي اي ارجومنت في باش سكريبت. درت الكيس على الفاريبل الاول اللي هو OP سميته، هو فاريبل هو الوسطي اوبريشن فيه زايد يا ناقص يا كده. فهذا هو اللي بيعتمد عليه المندير. فالفاليو الاول بتاع اللي هي الزايد هذه الفاليو اللي يمكن تكون داخل الOP لما نبي يدير جمع. فانا كتبت الفاليو هي ودرت بارنتسيس بارنتسيس واحد بس، فدرت بارنتسيس هنا اللي يسكر بارنتسيس باش وخشيت في السطر اللي بعده درت دبل بارنتسيس هنا. ريزولت هو عباره على فاريبل تو كيف درته ما كانش موجود قبل، وحطيت فصله الان 1 اللي داخلها اليوزر زائد انتو ارثمتيك فانكشن تمام، حطيتها داخل ريزولت هنا. بعدين درت الماينس هنا بارنتسيز هو باش نفتح الواحده اللي بعد. طبعا ما تنساش زوز سيمي كولنز هنا باش تسكر كيس دوله. كل كيس يعني تبدا ب الفاليو اللي انت متوقعها، وبعدين بارنتسيز واحد هو الانكلوجر، بعدين دير الكونديشن بتاعك المشي كونديشن اللي تبيه يصير كوماند بتاعك، وبعدين دير زوز سيمي كولنز. هيك كل كيس هيك بدير لها. فمشينا درنا في الماينس نقصنا في الاكس درنا ضرب، بتلاحظ اننا دار اكس ما دارش النجمه هذيك. نقدر نغيرها، نقدر نديرها مع النجمه بعد ممكن نجربها وتو وديفيجن دار ديفيجن هنا. بعدين هي تبي تحفظها حتى هي ان عندك لما تدير ستار ودير انكلوجر بارنتسيز معناها ديفولت كيس زي الالس. الالس تكتب لها هيك كتبنا لها احنا رونج نمبر فارجمنت بدنا الاكزت زيرو. اكزت زيرو معناها الامور تمام واكزتت البرنامج. وزوز سيمي كولن تمام معناها الكيس هي تمت، حتى ديفولت كيس بنسكرها. وبعدين ندير كاس هي كيس بالعكس يساك معناها الستيتمنت كلها تمت، الكيس كلها تمت. بعدين في الاخير كتبت لها ريزولت انها ان 1 الاوبريشن ان 2 ايكوالز ريزولت هي. هيك الكالكوليتر بتاعي تخدم معايا، اخذت الارجومنت زيرو اللي هي اسم البرنامج وكتبت ان هو ده بس الموضوع اللي عادي. فتو انا سيفت، خلي نجي ندير لها شموت باش ما تتفكرها اكزامبل 6 وبعدين دوت سلاش اكزامبل 6 رونج نمبر في ارجومنتس. طبعا انا ما عادش دايلوج دريفن، انا ضروري نعطيني الارجومنتس في سطر واحد طول. فانا بنجيب نكتب مثلا واحد سبيس زائد سبيس واحد، فهيك يكتب لي ان واحد زائد واحد يساوي اثنين. هنا ضروري تدير سبيس، كان بدير من غير سبيس بياخذهم كانها كلهم ارجيومنت واحده، بيكتب لك انها روج نمبر في ارجيومنت. فضروري تدير سبيس، سبيس هي اللي تفرق بين ارجيومنت وارجيومنت، دير فيهم زي الليست اريك تمام. فنقدر نجرب اي حاجه ثانيه مثلا واحد اكس واحد حتى هي واحد، مثلا واحد اكس عشرة تطلع لي عشرة وهكذا. مثلا نديرو رقم كبير نديرو كل الارقام مثلا تقسيم رقم سبعة مثلا يطلع لي تمام. وهذه ستة في الاخير هي الارجمنت زيرو، بس تفكر انه في ارجمنت زيرو انه حتى هي يبعث فيها كارجمنت اللي هي اسم البرنامج كيف خدمت البرنامج، يبعث فيها كارجمنت زيرو تمام دولار ساين زيرو. وبعدين تبدا هنا ب 1 اول حاجه 1 بعدين 2 3 تمام. فهذا هو هنا مثلا تلاحظ ان انا ما درتش هي درتها بالاكس تمام. فهذا ضرب رقم طلع لي بالطريقه هي فهذا سكريبت ياخذ فيه ارجمنت سيفت منكي دولار ساين 1 دولار ساين 2 دولار ساين 3 ولا هو فاريبلز طبيعية ندير بهم شنو بينا زادت هنا درت الكيس ستيتمنت وهكذا. ما تتفكر كي وردز فقط انه في كيس
بعدين تكتب الفاريبل بعدين تدير ان بعدين تبدا تدير سطر فيه بتحدد الكيس شنيه بعدين تدير كوماند شنو وبتسكر الموضوع تاعك في دبل سيمي كولن تمشي جميع الكيس سكي لان في الاخير تقدر تدير ديفولت كيس كان تبي وتقدر تدير اكزيت هنا كان تبي برنامج يسكر في اي وقت كبير وبعدين تدير ايساك هنا باش الكيس تمت هو ريزن ان داير اكزيت هنا باش ما يكتبش ايكو حاجات فاضيه هنا ولا حاجات لازم اكسس طيب البرنامج يبان كويس شوي علاش مش داير دريفن هيك درنا هذوك كلهم دايرين دريفن يقول خلينا نديرو هو مش داير دريفن تبي نديرو داير دريفن يدارو شنو الفايده يفرق ان هنا بتكتب له مثلا ايكو انتر نمبر 1 انتر ذا فيرست أبجي هنا بتقول له ريد ان 1 تمام وهي دير لها هاشك لكن هما حيقعدوا ان 1 ضروري ما تكتبها لكن تبي تغير هما مثلا هي ديرها 1 وهي 2 تو ما عاد نكتب النمبر 1 تمام والباقي كله حيمشي نفسه نجي هنا الرقم الاول مش حنكتبه بنكتبه بعدين فبنكتب الثاني مثلا اكس 7 تمام قال لي انتر ذا فيرست نمبر بناخذ هو انا بس يطلع لي نفس النتيجه مش نوريك انها نفسها بالضبط يطلع لي نفس النتيجه تمام هيك الفرق بيناتهم هو هذا انه دايركت دريفن انت بتساله اوكي اطول شويه مش كل حاجه بتديرها دايركت دريفن انت يمكن هيك لما ارجيومنت تمشي في سكريبت اكثر ممكن انت السكريبت هذا تستعمل في سكريبت ثاني بعدين ولا اوتوميشن في كرون جوب ولا اي حاجه ثانيه فمرات يعني أكيد لما بديرها بالارجيومنت سكي احسن الا كان انت حاجه يمكن تغلط فيها هلبا زي ما شفنا احنا استعمال ديسك داش ال ولما بتستعمل بارتد والحاجات بتاعت بارتيشن هذوك فيري امبورتنت ضروري ما تغلطش فيهم فلذلك يديروا فيهم دايلوج دريفن بس يعني يساعدك اكثر البرنامج فهذه اسهل في اليوزر ويتخزن الانبوت بتاعك في الهيستوري بتاع الشيل بتاعك لكن اسهل انك تغلط حتى هو فعلى حسب انت شو تدير يمكن برنامج دي منها نسختين نسخه هيك على حسب واضح هيك موضوع الكيس هذا بالنسبه للكيس عندك في اي واحد في اكزامبل ثاني للكيس في رينج طبعا مش واضح حلبة من الغادي خلينا نديرو هنا اكزامبل سيف اوكي خلينا نركب فوق هنا عندي طبعا دكت شيبان نفس الاول بيعرض الدرجة تاع يعني بيكتب له قديش حصلت درجة وبيكتب لي هو هل هي امتياز ولا اي بلس ولا شنو هي بيزد اون قديش درجة بالضبط فهنا دار رينج شوف الرينج كيف جاي طبعا باقي كلها نفسها وارجمنتس مش دايلوج دريفن لكن شوف الرينج كيف 9 وجنبها من 0 ل 9 يعني من 90 ل 99 شفتها كيف من 90 ل 99 ولا 100 اورا هي تمام فانا درت عندي اور يعني هنا عندي اكثر من احتمال وفي نفس الوقت عندي رينج هنا هذه في الكيس حطيتها كثير تمام فهذه معناها من 90 ل 99 ولا 100 طبعا هو كان يقدر يدير مور دان 89 مثلا لكن هذه باش توضح بس 90 ل 99 ايه وبعدين او 100 يعني عندك هذا رينج من 90 ل 99 وبعدين عندك هذه اور وبعدين عندك هذه 100 يعني عندك حالتين يا 100 هي اللي قبلها واللي قبلها من 90 ل 99 كيف يكتب فيها اول مره دار تسعة تسعة دي متابتة هي تسعة هذه متابتة وياخذ بالتالي في الرينج اللي بجنبها من زيرو الرينج اللي بجنبها من زيرو لتسعة هذا الديجيت اللي بجنب التسعة من اليمين ودار اور هنا اور طبعا تفرقش تقدر مثلا 90 او 100 اللي تبي تديرها ديرها وهنا نفس الشيء دار 8 ودار بجنبها من 0 ل 9 يعني من 80 ل 89 نفس الشيء من 70 ل 79 وهكذا
تمام. شوف شو ندار هنا. الجريد طبعا هذا الكيس بقى كيس كان صفر او من صفر لتسعة او واحد وجنبه من صفر لتسعة يعني من عشرة لتسعتاشر او من العشرين لتسعة وعشرين وهكذا للخمسين او من تسعة وخمسين كلهم دار بنات مور كلهم ما اف هو كان يقدر يديرها في الديفولت لكن هو قال لك انا كنت يبي يدير انك كنت ما درتش رقم بكل مثلا ولا درت حاجه اكثر من 100 ولا اقل من صفر فبيديرها هي بيكتب انفالد مارك وبيدير اكسس وبعدين يدير كيس بالعكس هنا باش تمت الكيس يساك بعدين هنا دار لك هيك ايكو توضيحي ان الاسم اللي دخلته حصل الجريد هي اللي حصلناها اللي طلعناها تو فانت لما بتستعمل برنامج هواء بعد اسم البرنامج بتكتب الاسم وبتكتب الدرجه يعني في الاسم غير بس يعرض بعد التقدير غير بس يكتب الاسم جنب التقدير ياخذ في الاسم فقلنا له يس نديره شمود مره ثانيه بلس اكس اكزامبل 7 دوت سلاش اكزامبل 7 انفاليد مارك لان انا كتبت شيء قلنا احنا نيم قبل نقول له سفيان 99 باي قال لي سفيان 200 دي بلس فهذه كان انا حصلت مثلا 60 تقريبا سي بلس 59 نظني اف خلاص واضح اقل من 60 تعبي كان كتبت انا حاجه ثانيه ملخبطه انفاليد مارك كان كتبت انا 5900 انفاليد مارك لكن نيجاتيف ما ظنيتش تمشي لا تمشي لكن هي يمكن على خاطر ان هي مش سترينجر ما اخذاك سترينجر المهم اي حاجه بتكتبها مش صفر للمية انفاليد صفر تمشي صفر عشرة حتى هي نفس الشيء انفاليد صفر عشرة ما تمشيش ضروري ندير عشرة كتور مش اخذاك لأنه هو هيك مديرها بطريقة يعني يبدي يشوف الأول شيء عارفه يمكن في كيف دير إني كاركتر هنا لو في كيف تولي تدعم أي حاجة مع الصفر دير أور لطي بكر هنا تزيد أور في الأخير مثلا بتاع هي صفر عشرة لكن زايد يعني ممكن بدير ثلاثة ديجيت أه. أور من صفر لتسعة مثلا ولا صفر من صفر لتسعة وجنبها واحدة ثانية من صفر لتسعة خلي تاخذ ثلاث أرقام إيه لك شوي ضروري يديروا من الصفار هذول المهم إن شو رأيكم في الموضوع هو واضح سهل لك ولا في صعوبة؟ باهرة السنتكس تحفظها وتمشي أمور بإذن الله ما في فرق بين باور شيلنج ولا سي ان دي ولا لا في فرق في فرق كبير هذا براحه هذا براحه كسكريبت لان الفرق منين بيجي بيجي من البرامج اللي تستعمل فيهم ومن البرنامج اللي يدير في بارسن الكوماند بتاعك هنا نستعمل في باش انت في الويندوز حاجه ثانيه ما عرفش تو ممكن غيره ولا حاجه انا ما استعملته من ايام ويندوز 7 ولا قبلها مش عارف امتى تو غيره ولد فيه باور شيل ولا عندهم لينك ولينكس منت وعندهم لينكس سب سيستم ما عادش تبعت لما صاروا حاجتين ما عادش لكن قبل لما اول ما طلع مثلا ويندوز 7 ما كانش فيه حاجتين بكل كان فيه سي ام دي العادي فقط عرف ما كانش يخدم كوماند زمان بكل باور شيل يخدم ما اعرفش انا ما عادش لحقت عليها حاجه ما عادش ما ادريش عليها ما عنديش عارف شو صار الباور شيل موجود في ويندوز 7 انا ما كانش عندي تقريبا تقدر تنزله مش باي ديفولت موجود انا استعمل سي ام دي تقريبا تقدر تنزله تقريبا تبي تنزله مش باي ديفولت تقريبا هيك تقريبا تقدر تنزل برنامج اسمه باور شيل ترس عليه يفتح يشيل لك غريبه لكن السي ام دي نفسها ما فيهاش ما فيهاش حتى لا اه في
هي في 11 هذيك البروشيل باي ديفولت في السيميليو بشكل ولا ما نعرف لا ففي عندنا حاجه ثانيه نبغى ناخذها لوبس تمام نبغى ناخذ كيف نديروا لوبس في السكريبت بتاعي لوبس شنو هما لوبس ار يوزد ان اني بروجرام لانجويج تو اكزكيوت ذا سيم كود ريبيتدلي يعني عندي كود بنفذه هلبة مرات يمكن فيه حاجات تغييرات بسيطه نديرهم في فاريبل ولا فيش تغيير بكل فانا يعني ما بيش نكتب ورا بعض قديش مره في كود ونعاود وياخذ مني سبيس وحاجات صداع زايد فبنبدا نديرهم كلهم ريبيتدلي في لوب ففي ثلاثه انواع من لوبس مين يوزد ان بروجرامينج في دون ريبيتيف تاسكس في الوايل والدو وايل وريبيتنت لوب هذه في جميع لغات البرمجه احنا هنا لكن بناخذ الفور ويمكن تزيدوا الوايل بعدين فعندك هنا السنتكس بتاع الفور كيف عندك تبي تدير لوب على ليست اوف سترينجز بتدير فور فاليو ان ليست وبتدير الكوماند زمان الليسته هي يمكن تكون كلمات ورا بعضهم مثلا سترينجز سبيس سترينجز سبيس سترينج وهكذا ويمكن تكون فايلز يمكن تكون فايلز زي ما نشوفه هنا فاليوز او فايلز تمام ويمكن انت الليست او الكلمات او مال سيبريت باي سبيس تخزنهم في فاريبل وتحطها هنا تقدر تستعملها كفاريبل او تقدر تكتب طول وزي ما تشوف هنا دير فور ودير الان وفي عندك دو ودن هذو هم الكيوردز هم اللي بتحطهم اللي ما استعملهم زي عندي طرق ثانيه تقدر تجيب الليست من لينكس كوماند عن طريق هي دير دولار ساين بارنتس تفتحها تحط الكوماند داخل وتسكرها مثلا الكوماند هو اللي مثلا الاس الاس من غير ارجمنتس شيء كان حجم الفايلات كان مش عدد الفايلات مش هلبة بيعطيهم لي في سطر واحد ورا بعضه يمكن نستعمله وهنا في الفور لوب مثلا مثلا بنعرض كل الفايلات او حاجه زي فبتقدر تحط لينكس كوماند هنا يمكن الليست هو اللي بيطلع لي الليست جنريت باي ذا كوماند ونفس الشيء دو تحط الكوماند ودير دن تبي لوب ثرو انكريمنت اور ديكريمنت نمبرز تراديشنال بروسيجر في اللوب هي طبعا نفس بتاع السي بالضبط تمشي عندي حتى هنا فور نعم؟ فوق يقولها فور ايتش استشاره لوت يا فور يمكن هيك تقولها عندك الحق فتقدر تدير السنتكس هي بتمشي حتى هي دو كوماندز دن عندي اكزامبل فور فايل ان هي بتدير بتكتب اسم الفايل يعني هنا كل ما يعني هنا في 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 ورك دايركتوري معين تمام بنشوف جميع الفايلز اللي هم يتموا بدوت تي اكس تي كلهم بنعرضهم بنكتب فايل ايكوال فايل خلينا نديروا اكزامبل خلينا نديروا هنا دايركتوري جديد لوبس سي دي لوبس ونديروا example تجد example 1.sh تمام فأنا في الexample هو أنا مش كاتب شيبانك فخندير /bin/bash وبعدين تجي تحط ال تمام المهم هيك بيدور بيشوف لي شو فيه فايل .txt وبيعرضه انا مثلا مش نسميه مش نكتب فايل ايكوال نكتب فايل طول تمام فبنسيب هنا ندير شمود بلس اكس اكزامبل 1
وبنخدم اكزامبل 1. فا اكزامبل 1 مكتب لي شي كتب لي طول هي فخلي ندير touch file dot txt. فتو اكتب لي الفايل الاول نقدر ندير touch file to txt. فهيك عرض لي الفايل دوت تي اكس تي في الوقت الدايركتوري بتاعك. تمام. لو على الامتداد قديش يقعد يدور يجيب اسميه ما يحط لك فيها. ايوه خلي ندور انا وين. يشوف لي في الدايركتوري اللي انا فصله شن فيه دوت تي اكس تي وعرضهم عرض الاسم بتاعه. انا كتبت ان انا به فايل اسمه الفاريبل. فكل واحد منهم بيسميه في الفايل فاريبل هنا يعيش فقط في الكوماندز اللي فصل فور. تمام نجي نستعمله. تمام خل نشوف اكزامبل ثانيه عندك هنا اكزامبل 2 جي دي لا بيست. عندك هنا لست هي لست اوف كولرز. تمام ريد وايت بينك جرين بلو فور كولر انهما دو بريد سترينج فاليو. بيكتب شنو هو بس نفس الاولى بالضبط. فانا قلت سيف ندير له شمود بلس اكس اكزامبل 2 بعدين ندير له اكزامبل 2 دوت سلاش. فهيك كتب لي لست شنو هي عرض الليست مرة تانية. طبعا الليست تقدر تاخذها من arguments تقدر تاخذها من dialog تقدر اي حاجة تبيها. هذي كيف تمشي في الليست. عندي واضح الاكزامبل هو بتاع الليست سهل بسيط ونفس بتاع الفايل بالضبط. خنديرو نانو اكزامبل 3. تمام اكزامبل 3 هي الليست حطها كاريه في فاريبل. هي مش اريه هي قاعده ستريك لكن يعني مفيش منطقه كونسبت بتاع اريه كاريه عاديه زي في اللغات الثانيه تايب اريه. فهو ستريك مو حطها في اريه حطها في فاريبل ودار لوب باش تدور على الاريه فاريبل. كل كولر عندي في كولر ليست بيدير تشيك الفاليو بس البينك اور نوت كان هو بينك بيقول لما فيفرت كلر از كلر هو كان. هذا مش حيدير حاجه ثانيه هذا اف هو داخل يعني انت زي ما تقول تدور في الكلرز يعني مثلا اليوزر مختار كلرز معينين كان بينك بدير حاجه معينه غريبه عرفت. لكن هو هنا بيكتب لك انه هو لما فيفرت كلر وخلاص. نفس اللي قبلها غير كان ما اخذها من ليست اوف فايلز ولا اخذها كتبتهم انت طول هنا تكست اخذها من فاريبل. اخذنا كيف نديرها من كوماند ومن فاريبل ومن لما تكتبها انت براحتك الليست. فخلي سيف ما بيش ندير لشموت مثلا تكتب داش زي ما هتبزنا فيفت كولر از بينك. اخذنا هارد كود ما فيش انبوت فديما الانبوت نفسه حيكون الاوتبوت نفسه. فعندي اكزامبل ثانية اكزامبل 4 اكزامبل 4 فعندي هنا بيكتب لي قداش حط ارجمنت. كل ما نكتب ارجمنت بيكتبهم حتى هذا بيطبع ارجمنت كلهم ارجمنت اللي هم الحاجات اللي بنكتبهم بعد اسم البرنامج بعد اسم السكريبت. تمام فكروا فيهم ولا دير له دولار ساين ستار هذا فصل الارجمنت كلهم يكتبوا اليوزر سبيس سيبريت ليست زي الاريك. انا بندور فيها كل فاليو فيها بنسميها ماي فاليو وبنطبع نقول ارجمنت هي. تمام جينا نطلع سيب نعم فايل ما فيش فايل هذا هناك ارجمنت ارجمنت بنكتب ارجمنت ونبي يعرض كل ارجمنت في سطر. فبنجي هنا ما بيش ندير شمود ندير اكزامبل 4 ما دقيقه بس لان انا ما اعطيتهاش ارجمنت فهو طبعا ياخذ في الارجمنت فبنكتب له ارجمنت مثلا 1 2 3 4
فكيك يكتب لي الأرجومنتس تمام. مثلا خلي ندير سفيان مسارات لينكس أي حاجة يكتبهم لك هيك ورا بعض يكتب لك الأرجومنتس. فهذا هو لوب مجرد لوب تعرض لي جميع الأرجومنتس يكتبها اليوزر. ممكن أنت عندك برنامج ما تدورش في الترتيب الأرجومنتس تبي كان يكتب هذه بدير هذه وهكذا تقدر. نشوفوا اكزامبل ثانية بدنا معاش فيه مازال زوز اكزامبلز فقط ساعة 5 لكن في زوز اكزامبلز هذه اكزامبل 5 اوكي very easy define for loop in C style format. هذه ال C style format تاع for loop اوكي بيشو بيدير رقم الفاريبل هو بيبدا 1 انيشال فاليو تاعه 1 نبي يقعد اقل من او يساوي 5 وكل ايتريشن نزيدها 1 بلس بلس معناها بلس 1 يعني. تقدر تغيرها ديرها مثلا بلس 2 زي ما تبي. فهنا دير دو وتبدا فيها دير تشيك ذا نمبرز ايفن اور نوت. هو هذا يعرض في النمبرز اللي هما ايفن. فشنو درت انا حسيت درت لمود على 2 كان ما فيش ريميندر معناها هو ايفن كان في ريميندر معناها اود صح ولا اعداد فرديه زوجيه وهذا هو كل رقم من 5 ما بيدير نفس الشيء لما بيساوي 5 بيطلع منها معناها بيديرها حوالي 5 مرات يعني بيطلع 2 ولا 4 فقط. خلينا نجربه نديرو باش اكزامبل 5 طلع لي 2 ولا 4 ايفن والواحد والثلاثة والخمسة أود. أوكي مثلا هنا نبي نعرض الإيفن فقط ونقول له هنا ما يكتب شيء هنا هيك نبي نعرض الإيفن فقط لكن هي ما تمشيش هيك لأن أنا معرف الإلس يعني. فضروري من ناحية الإلس يا من ناحية الإلس يا بنكتب لها حاجة تحتها فتو هيك أعطاني إيفن فقط 2 إيفن ولا 4 إيفن باقي ما كتبتهاش كانت تبي ديركي ديركي ما تبيش تقدر تمسح الهاش او نمبر ساين وتخزن هيك ويطلع لي كلهم يكتب لي كل واحد اود ولا ولا اي هيك. فتوا خلينا نشوف اخر اكزامبل سامحونا عطلنا عليكم نانو اكزامبل نمبر 6 جي تبدأ هنا عندك كاونتر دار كاونتر i equal 1 اوكي دار فايل لوب بستقرا من تكست فايل عندي تكست فايل هنا اسمه weekday.txt فصله ال names of days of week days of weekdays هما Saturday Sunday فكل variable منهم بيخزنه في variable وبيكتب ال weekdays هو وفي نفس الوقت عندي كاونتر هنا أنا نبي الرقم تمام نفس الاكزامبل اللي قبله غير نبي الرقم ونبي نوريك كيف تاخذ دير كوماند فبترقم هنا الترقيمة هو دائرة من اي واحد برا واحد ثاني لأن أنا اللوب زي ما قال واحد منكم إنه فور ايتش كان كنت جاي من لغة برمجة ثانية زي الفور ايتش يعني هو ما يحكمش فيه رقم في الايتريشن زي ما فلذلك بتزيد كاونتر بروحك يعني بس دير كاونتر يعني. الدولار معناه ان الفاريبل فاريبل اسمه اي اللي هو اي كوز 1 وفي الاخير بدي له اي بلس بلس كده في كونديشن يحدد مش ما يروش لا هو الكونديشن هو يشبه في الفايلز هو اخذ اوت من هنا من الفايل ما مش كونديشن هو هذا غير ترقيم بس بس رقم ماما واضحه ولا فيها موضوع كويسه بح نسيب ندير باش ندير طبعا قبلها نبي ندير فايل اسمه ويك داي تمام نانو ويك داي دوت تي اكس تي نبدا في ساتردي ساندي راح تكتب اون تيوزداي وينزداي ثيرزداي وفرايداي تمام فهيك هنا ندير باش اكزامبل والله ماني عارف يمكن فأنا هيك عرضتهم كلهم جاي شاف فصل الفايل
سطر لاين باي لاين. سطر يعتبر في كل سطر طبعة وكتب قبلها هنا تكست هارد كود كتبته هنا وكتب وكتب ورقمهم رقمهم لي 1 2 7. فشن صار كتب كتب لي هنا كلمة وكدير اللي كتبتها زي ما هي ورقمهم لي والباقي ده لي نفس اللاين لاين أنا سميتها فار واللاين زنين جبتهم جبتهم ببرنامج كات بس يقرأ فصل الفايل من غير برنامج كات نقرأ أسامي فايلز فقط لكن مش تقرأ من داخلهم تستعمل برنامج تستعمل كات تستعمل أي حاجة وكوماند فايل فصل كوماند ثانيان تقدر أي حاجة فصل فهيك احنا كنا كملنا الباست سكريبت السيشن هاي لكن يمكن تقول لي نعم مفروض نزيد سيشن ثانيه لموضوع السكريبت هاي باش تبغى نزيد سيشن ثانيه ما تنديرها لحد يكون بارت 2 لهو نزيد ناخذ لوبس اكثر وكوماند اكزامبلز اكثر أظن إن ندير نزيد سيشن تانية أحسن حس فينا حس فيه ناقص شوية كورس بالنسبة لموضوع هو فقط يبي بارت 2 السيشن هاي نحن نأخذ نزامل جاكو بروح نخير طبعا وحتى الواي لوبس مخدناه مش حمي هما طبعا إيزي الواي نفس ال أزل إحنا ما فيه اللي تقول البرمجة متعود عليه دان أبا اسمعش برمج على رأس ليس مو طيب سهل لا يعني هيك نكملوا الكورس ولا نزيد السيشن تاني عندكم أي حاجة نزيد بحاجة تانية هيك مراجعة عامة تبقوا حتى ديروا ريكاب الكورس كله من الأول للأخير عادي ونزيدكم أساينت مثلا ما نزيدوش حاجة في الباس سكريبت نديروا مراجعة من الكورس الأول للكورس الثاني كله مع بعض ممكن سريعي ونعطيك أساين كبيرة شوية ديرو زيوش حامة خير باش مونس ليك رايك أنا عجب بجماعة يعني مثلا يعني أنت معناها أنت تبي ديرو ريكاب ودير أساين ممكن نحلوها لايب يعني هيك زيوش العمل زي اللعب مع بعض لكن نعمل مثلا دورو مثلا شيتك كامل مثلا نخش ننزل نسخة من جديد ونحن نتبطوا كله مع بعض مش يعني نديرو يعني حتى يومين رابع أنا تبي زو سيشن زيكي نديرو سيشن فيها نديروا ريكاب تامة ونوتوا اساينمنت تامة فيها كل شيء استعملناه لا لا مش هيك قصدي ونديروا سيشن ثانية ونديروا سيشن ثانية نحلوا فيها نحلوا فيها الاساينمنت هاي بس ما بعض عرفتها يعني نفسها مسومة السيزوس ما الوقت الوقت ساعة ونص ساعتين عندنا ما يسمحوش له ليش ديرها كلها خلصوا احنا خشينا لوبس وكونديشن يسحب روحه بعدين احنا نطبقوا نسخة لبعض لا هيك بتعطل قلبها هي احنا مثلا شيني ستيلز مود يا راجل مش عارف شيني قصدي مش عارف نص ساعة تعطل لو لو بيطبق بيشرح عندي سكريبتي بس بيعطل سكريبت احنا ما انتوا قلتوا ما عادش تبوا نزيدوا سكريبت ليفل ثاني لا احكي لك انا مش مديره مثلا لا انا قلت لك اقترحت لك طريقة ان احنا نديروا ريكاب تامة سريعية للموضوع ونودوا اساينمنت كبيره فيها كل شيء درناه في الكورس الاول والثاني وبعدين يمكن نزيدوا حتى السيشن الثانيه نحلوا الاساينمنت مثلا نعطوا بريك مثلا يومين ثلاثه باش تحلوه بروحكم وبعدين نجي نحلها انا قدام مليح حكي ولا يعني يمكن نزيدوا زو سيشنز مثلا لحد والاربعاء جايات لحد لحد الاربع مش يبدا عندك احد واثنين وثلاث بس تطبق فيهم قبل ان نصل الوقت